السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شيخنا الغالي كيف صحتكم؟ الحمد لله، دخلت 3 صفقات كلها الحمد لله باستراتيجية بعد الارتداد حق اليوم يومي هذا، الحمد لله كله ماشي. يعني الاستراتيجية اللي تعطي لنا في الدرس هذا مرة قوي جدا، نسأل الله أن يبارك لك شيخنا الغالي، مشكور مشكور مشكور. مرحبا استاذ علي مجيد، هنا استاذ، بس حبيت اشكرك يعني مرة ثانية وثالثة على الدورة، يعني ارباح خيالية ما شاء الله استاذ، كله بفضل الله وفضلك، يعني مثل ما تشوفون اخوان محقق تقريبا 689% بعملة نير، 459 عملة جي ام تي، ما يقارب 500 شيبة، 766 دوت، 627 دوتش كوين، 400 BNB، 450 عملة فيل، 860% عملة جالا، 130 عملة ماسك، والحمد لله أخذنا نصف الربح والباقي مخليه، نعرف أهدافنا ستوب لوز على الدخول ونعرف ومرتاحين، نعرف وين ندخل، نعرف وين نخرج، نعرف متى نحول الستوب، نعرف متى نقدر نفتح أكثر من صفقة. يعني أنا فاتح 9 صفقات بصراحة، أنا ما شايف أي دورة إنه تقدر تفتح 9 صفقات وكلهم بالربح وربح يعني انت تشوفون يعني، ويعني لا حظ ولا اي شيء. يا اخوان نصيحة، اشتركوا بالدورة والله راح تشوفون يما تضبطوها، وطبعا هذا ورا تعب تقريبا 1.5 سنة، يعني الارباح ما جتي من سهولة، تعبنا الحمد لله، تعلمنا الدورة ولا نحن نحقق أرباح، والأحلى من شيء إنه أنت تعرف وين داخل، تعرف وين تخرج، نفسيتك مرتاحة، وشكرا جزيلا. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناة المعرفة الكادي. الكثير من الإخوة طلبوا مني تحليل عملة سولانا بعد هذا الصعود القوي يعني الذي توقعناه منذ 3 أشهر، صرتم تعرفون طريقة قناة المعرفة الكادي، يعني الحمد لله توقعاتنا تحدث بنسبة 90% نظرا لاعتمادنا على المنطق، ودائما المنطق هو الذي يربح، دائما باعتمادك على المنطق ستكون في الطريق الصحيح، ستكون في الجانب الصحيح. لذلك مشاركين في قناة المعرفة الكادي، مشاركين في دوراتنا، دائما الحمد لله يكون في طريق الصحيح. لكن قبل البدء بتحليل سولانا أدعوكم للاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، اضغطوا على هذا الرابط مباشرة من صندوق الوصف لهذا الفيديو باليوتيوب بقناة المعرفة الكاذبة الموثقة باليوتيوب، بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، يعني طلبتنا يرسلون لنا أرباحهم، فيديوهات صوت وصورة وكذلك يعني صور للأرباح، يوميا نشارك معكم هذه الأرباح ولسنوات، ونحن نشارك معكم هذه الأرباح مما يثبت قوة ما نقدمه من علم ومن دورات ومن منطق في التداول. كذلك يعني نقدم لكم آخر العروض وعرض حصري من أقوى ما يمكنك الحصول عليه إذا أردت احتراف التداول باستعمال المنطق، باستعمال مدرسة العلم لا يعرف الكذب. وهذا العرض إخوتي يعني الكرام يعني تحصل فيه على دورتين، يعني أو هناك لنقول جزئين، جزء نظري وجزء تطبيقي. الجزء النظري تحصل فيه على الدورتين، فيديوهات تحليل موجي والبرايس اكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من الأسرار لاحترافي سوق بمتداولين، استراتيجيات الدخول والخروج، كل ما يلزمك لاحترافي
احترافي أتداول، لكن هذا الجزء النظري يعطيك فقط يعني 30% لاحترافي التداول، 70% الباقية تحصل عليها في قناة التحليلات اليومية، لذلك قمنا بضمها إلى هذا العرض، لأنك ستحصل فيها على يعني كما قلنا على تلك 70% الباقية، وبها مفاتيح التي تفك كود وشفرة وأسرار الفيديوهات، لأنه بدون هذه القناة لا يمكنك فهم الفيديوهات، وهذا كان يعني عملناه بطريقة مقصودة حتى نجبرك على الاشتراك في قناة التحليل اليومية، لأن هي اللي فيها التطبيق التي نطبق فيها يوميا لكي تفهم الطريقة، دون تطبيق لن تفهم. كذلك تحصل على 3 أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية بأخيرة المتداولين، لدي يجاوبون على أسئلتك، يتابعون معك، يشاركون معك تحليلاتهم صفقاتهم، وهكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك، تأخذ بيدك إلى أن تحترف بإذن الله. الهدف هنا هو أن تبتعد عن التبعية وتصبح متداول مبتدئ، تبتعد عن التبعية وعن كونك متداول مبتدئ وتصبح متداول محترف يطبق ويحقق الأرباح بنفسه دون الاعتماد على أي شخص كيفما كان هذا الشخص. إذن إذا أردت الابتعاد عن التبعية، إذا أردت أن تحترف، هذا هو العرض المناسب لك. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط، تضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك، تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العميل عبد الكاذب مباشر باليوتيوب، وصلنا إلى 7290 مشترك، نريد أن نرفع هذه القناة أكثر وأكثر بها، يعني سنضع بها يعني دروس مهمة جدا في عالم التداول. رابط الاشتراك كذلك مثبت في تعليقات هذا الفيديو الثالث رابط. تحذير: التداول من خطيرة، يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وهذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع أنت المسؤول، مسؤولية تتم عن قراراتك. قناة العمل الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلب منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا جبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دورتنا. سولانا، ماذا قلنا في سولانا منذ 3 أشهر؟ إذا ذكرتم عندما حللنا سولانا منذ 3 أشهر قلنا أن لدينا موجة دافعة، زيادة في الزخم، والآن يعني هناك هبوط قوي كبنية، هذا الهبوط به هذا التصحيح في هذه المنطقة، وربما إذا حصلنا على زيادة في الزخم، لأنه رأينا أن هذه موجة دافعة وهذا تصحيح، إذا حصلنا على زيادة في الزخم فهذا قد يجعلنا نبحث عن الصعود ربما لإعادة اختبار هذه القمة، لإعادة اختبار هذه القمة، سواء ستكون هناك إعادة اختبار بطريقة دافعة أو ستكون هناك إعادة اختبار بطريقة تصحيحية. إذا كانت سولانا تريد أن تعطينا تصحيح كبير هنا قبل الصعود، أقصد أنه قد نكون إما في الموجة الدافعة التي ستعيد اختبار هذه القمة، يعني قد يعود السعر إلى مستوى 269 دولار أو 67 دولار، كما أنه ممكن يكون هذا تصحيح كبير لكل هذه الموجة ثم نزول أخير قبل الصعود، حتى يكون عندنا نموذج تصحيحي هنا لكل هذه الموجة الدافعة لصعود أخير. هذا ما قلناه، وبالفعل يعني بعد ما حللنا هذا سولانا وقلنا أنه إذا أردت البحث عن الصعود، أولا يمكن البحث عن الصعود من هذه المناطق، أو يمكن انتظار الحصول على الزيادة في الزخم بين آخر موجتين، وآخر موجتين هي هذه الموجة الأولى، كانت عندي هذه الموجة لهذه المنطقة، ثم هذه الموجة الثانية وعندي زيادة في الزخم. لاحظوا يعني كان هناك زيادة بسيطة في الزخم مما يحقق لي الشروط في المومنتوم، لاحظوا هناك زيادة بسيطة في الزخم، وبعد ذلك حصلنا على هذا التصحيح، هذا التصحيح، لاحظوا هذا النزول كان نزولا تصحيحيا، وكانت هناك عدة فرص. الفرصة الأولى كانت في هذه المنطقة نسميها نحن كونتر أتاك استراتيجي، كونتر أتاك استراتيجي، استراتيجية الكونتر أتاك. لاحظوا عندي أو أول منطقة كان يمكن الدخول فيها أولا هي هذا النطاق، كسروا هذا النطاق هنا، هذا أول فرصة. ثاني فرصة كان ممكن البحث فيها عن الدخول هي عندما حصلت على موجة دافعة، تصحيح موجة دافعة، زيادة في الزخم، تصحيح، تلاعب، كان ممكن الدخول هنا أو هنا أو هنا، عدة فرص، والآن يجب تحويلك في الخسارة إلى بريك إيفن وتركه على أساس أنه يكون الهدف هاته القمة، هاته القمة. لماذا يجب تحويلك في الخسارة إلى بريك إيفن؟ لأنه إذا كان هذا فقط تصحيح قد نرى عودة سولانا لكسر القاع، قد نرى عودة سولانا لكسر القاع إذا كان تصحيح، لكن
لحد الساعة هناك كذلك زيادة في الزخم بين آخر الموجتين أتوقع، بين هاتين الموجة وهاتين الموجة أتوقع ذلك. نعم هناك زيادة في الزخم، وأتوقع أنه كذلك هاتين الموجة هي على شكل WXY WXY WXY، مما يقول لي أنه قد نحصل على X زاد على الأقل، X زاد على الأقل. ثم بعد ذلك سنرى، لأنه هذا تصحيح كبير بالمقارنة مع هذا التصحيح، إذا قمنا بقياسه بهذه الطريقة هذا مع هذا يعني تقريبا، يعني أرى أنه هذا شوي كبير، هذا كتصحيح أرى أنه كبير شوي على هذا التصحيح، شو يعني قريبين من بعضهم البعض، فبالتالي ربما نحصل على يعني لنقل بعد ما نكمل هذه الموجة، بعد ما نكمل هذه الموجة الصاعدة، هذه الموجة الصاعدة، إذا أردت البحث عن الصعود أحتاج إلى تصحيح على الأقل مساوي لهذا التصحيح هنا، إذا أردت البحث عن الصعود، لأنه عندي زيادة في الزخم، بالتالي جيد خليه يصعد أكثر شوي، يبتعد عن هذا الجدار لأنه هذا هو جداري الآن، تلاحظون يبتعد عن هذا الجدار، هذه منطقة بيج بوي، هذه منطقة بيج بوي، لاحظوا معي هنا هذه منطقة بيج بوي، يجب الحذر منها، فبالتالي كل ما أريد أن أراه هو أن أبتعد قليلا عن هذا النموذج، عن هذا الجدار، ثم تصحيح آخر مساوي لهذا التصحيح أو أكبر منه، مساوي لهذا أو مساوي لهذا، لأنه أرى شوي أن هذا أكبر شوي مساوي لهذا، لنبحث عن الصعود أكثر ونراقب، لماذا؟ لأنه أريد أن أرى هل سأكون في موجة دافعة قوية؟ هل هذه الموجة ستكون موجة دافعة؟ أو ستكون فقط موجة تصحيحية؟ لأنه إذا كانت موجة تصحيحية قد تصعد لترتد بنسبة 70 60 80% ثم تعود. لذلك يجب أن أكون حذرا ويجب أن أراقب بنيتها. يجب أن أراقب بنيتها كيف هي من الأول. لحد الساعة يعني أمور جيدة. يفترض أن عائلة عملنا في كذب تحقق ربحا قويا، تحقق ربح قوي لأنه أعطتنا عدة فرص سولانا، والآن فقط بريك إيفن وننتظر، فقط في بريك إيفن وننتظر. إذا حصلت على تصحيح هنا مساو لهذا التصحيح يمكن البحث عن الصعود مرة أخرى. إذا سننتظر ونشوف متى سيعطينا هذا التصحيح، متى سيعطينا هذا التصحيح، قد نحصل عليه وقد لا نحصل عليه، لأنه إذا كانت موجة دافعة قوية قد نحصل على تصحيحات صغيرة ويكمل الصعود، ثم تصحيح أكبر شوي ثم يكمل الصعود، ثم بعد ذلك هذا التصحيح ثم يكمل. فبالتالي يجب أن نكون جد جد مركزين، نحتاج إلى 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 إلى, إلى تصحيحات. حتى على فيلم 4 ساعات سنجد أنه كذلك هذه الموجة هي على شكل أتوقع WXY، أحد الماكدي، هنا هو الماكدي، عفوا واحد الماكدي هكذا، لاحظوا هذه الموجة كذلك هي على شكل WXY، فبالتالي على فريم 4 ساعات يمكنني كذلك البحث عن هذا. إذا حصلت على هذا التصحيح كذلك هنا، هناك زيادة في الزخم، إذا حصلت على هذا التصحيح كذلك هنا يمكن البحث عن الصعود. يعني لاحظوا كيف سأتعامل مع سولانا الآن، الناس التي ضيعت فرص، لدي موجة دافعة ثم تصحيح ثم موجة دافعة WXY، إذا حصلت على تصحيح مساوي ومكتمل البنية يمكنني البحث عن التداول من سي، كسر هذه القمة سأحول وقت خسارتي إلى بريك إيفن، وأرى هل بعد ذلك سيصعد ويطير أو سيعطيني تصحيح مساوي لهذا، لأنه بعد اكتمال الزد WXY XZ بعد اكتمال هذه الموجة، هذا إذا أعطانا هذه الموجة سنحتاج أن نكمل هذه الموجة كذلك، هذه الموجة كذلك نقوم بوضعها بلون آخر، هذه الموجة كذلك ستكون على شكل WX، ربما هذه الزد راح تكون هي WX ربما Y ثم بعد ذلك X ثم نحصل على Z. إذا كذلك سأبحث عن الشراء من هذه المنطقة إذا أتيحت لي فرصة للحصول على Z بعد كسر القمة هنا، سأحول وقت خسارتي إلى بريك إيفن وأنتظر وأرى بعد اكتمال هذه الموجة هل سنكمل كذلك هذه الموجة، لاحظوا معي هذه الموجة إذا كانت هي كذلك على شكل W X وربما Y ثم بعد ذلك نحصل على X كبيرة هكذا ثم زد، وهكذا قد تصعد بطريقة تصحيحية، ملاحظون قد تصعد بطريقة تصحيحية للنزول أكثر، لذلك يجب أن نراقب هذه المنطقة جيدا. لكن الآن
يفترض انك داخل في سولانا، تعرفوا نحن لا نعطي توصيات ولا نصائح ماليه ولا استثماريه، ولكن مفترض انك داخل يا اما من هنا يا اما من هنا، والان انت بريك ايفن، انت بريك ايفن. احنا كنا على في قناه التحليلات اليوميه كنا استغلينا هذا الصعود، هذا الصعود فقط، وبعد ذلك هناك من اخذ ارباحه لان هذه الحركه قويه. كنا قلنا ربما يكون هناك نزول اخير قبل الصعود، لم يحدث ذلك النزول وطار السعر. اوكي، راينا ان هناك زياده في الزخم، جميل جدا، قلنا اعطينا تصحيح وبعد ذلك اعطينا فرصه، اما نطاق هنا للشراء او كونتر اتاك، اعطانا نطاق واعطانا كونتر اتاك، و عائله الملف كاذب الان تحقق ارباح قويه في عمله سولانا، قويه في عمله سولانا، وسننتظر لكي اولا نحصل على هذا التصحيح هنا لصعود اخير، ثم بعد ذلك اريد هذا التصحيح هنا لصعود اخير، ثم بعد ذلك اريد هذا التصحيح هنا لصعود اخير. هكذا ساتوقع هذه البنيه، هكذا ساتوقع البنيه. اذا اما الان تكون هذه الموجه على شكل دبليو اكس واي وتعطيني اكس زد، اما ستكون على شكل دبليو اكس واي هي بنيه مكتمله وتعطيني هذا الاكس، هذا الاكس لصعود اخير. تلاحظون اذا سولانا لحد الساعه هي للصعود. طيب للهبوط، هل ممكن تكون هذه فقط تصحيح لهبوط اخير؟ نعم يمكن. اذا متى سأعرف ذلك؟ اذا نزل، اذا نزلت عملات سولانا بقوه وكسرت هذا الجدار مستوى 29 دولار، اذا نزلت سولانا بقوه وكسرت هذه المنطقه وبدات تصحح وبقي التصحيح في الثلث الاخير، هذا للهبوط. عند الحصول على نفس طول هذه الموجه يجب تحريك وقف خسر الى بريك ايفن، والهدف سيكون كسر القاع. لكن عند الحصول على نفس الطول يجب تحريك وقف خساره الى بريك ايفن لانه ممكن يرجع. لازم نكون حذرين. ممكن يرجع. تكون هذه هي الموجه. اوكي؟ لكن الان ما دام هناك زياده في الزخم الشرائي ساقول له اعطني اما تصحيح على فريم 4 ساعات مساوي لهذا او تصحيح مساوي لهذا للصعود اكثر. لكن الناس الذين لم يستغلوا هذه المنطقة ولا هذه المنطقة الآن ضاعت عليهم الفرصة، يجب أن ينتظروا. لا يمكن التداول في هذه المنطقة، لا يمكن، أنت في منطقة بيج بوي، لا يمكنك تداول الشراء في قمة الموجة الدافعة. هناك ما هو هناك ناس يتداولون بأحاسيسهم وهذه المشكلة. لماذا لدينا 95% من الإخوة يخسرون أموالهم؟ لأنهم يتداولون بأحاسيسهم، لا يتداولون بالطريقة الصحيحة. لا يمكنني تداول شراء في هذه القمه، خلاص راحت عليك، يجب انتظار تصحيح. لا يمكن التداول في موجتين دافعه، لا يمكن التداول في قمه موجه دافعه، ستخسر، ستجد نفسك في 95% الخاسرين. نريد ان نكون من 5% الرابحين، لذلك يجب انتظار تصحيح هنا للبحث عن الشراء، يجب ان نرى تاكيدا هنا للبحث عن الشراء، غير ذلك لا يمكنك الشراء. اوكي، اذا كان هذا تحليل اليوم لعملة سولانا، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كما ترون دائما تحليلتنا تكون في قمة وتكون مع الاتجاه الصحيح. إذا أردتم احتراف التداول، احتراف المنطق، احتراف علم المنطق في التداول، هذا هو العرض المناسب لك. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط، وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو أول رابط، تضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.